وادي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها. اوكي، ايه ده سعيد؟ لا ده على القهوه ده انا عارفه. لا 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 لا، ايه ده؟ مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره؟ ايه ده، انت افتكرته ازاي؟ هو صح. اه يا ده كبر جدا، مش هتصدق انا افتكرته ازاي. ازاي؟ انا افتكرته من حواجبه. هو نفس القعده دي كل يوم وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العادات. جود ايفنينج. اهلا. ازيك يا عم بلال؟ انا مصري، انت مش فاكرني؟ مش لما تفتكرني انت الاول. وبعدين انا اسمي هلال مش بلال. هات لك كرسي واقعد. اكسكيوز مي. اهلا يا مصر، عرفت انك انت وصلت بالسلام. بقى مش فاكر عمك هلال يا ولد؟ ده انا اللي بتهرج في ايدي. تضحك على ايه؟ ما انا بتهرج انت كمان. ازيك يا مصر؟ فاين فاين. ازاي يا ابني؟ عم هلال ماي داد ميت دلوقتي، كان نفسه يجي يعيش هنا في اخر ايامه بس ما لحقش. بقى انا بستغرب على الناس دي، الواحد منهم يهاجر ويضيع عمره بره وفي الاخر يقول انا عايز ارجع بلدي عشان اندفن فيها، كأن البلد دي قرافة كبير. الله يرحمه كان راجل طيب. ما قلتليش بقى، ناوي تدفن هنا ولا بره؟ انا من ساعه ما جيت وانا متبهدل على الاخر خالص، عشان كده ناوي ارجع همشي. لما تمشي يا اخي حد ماسكك؟ انت ماسكه يا سعيد؟ مش ماسك، امشي براحتك. ولا اقول لك امشي انا؟ السلام عليكم. ما تزعلش منه يا مصر، عادي يعني، هي جت عليه هو. هو بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هو على حطة ايدك، عنده الاستوديو الكبير بتاعه واللي في التحرير. تشرب شاي يا مصري؟ اوكي بس سكر دايت. اتنين شاي سكر بره. بره ايه؟ انا بشربه سكر دايت يا سعيد مش بره. والله وحشت يا مصري. قولي بقى اعمل ايه في المصيبة اللي انا فيها دي دلوقتي؟ يا عم ما تقلقش، هنطلع لك رقم قومي في باسبور وتروح تاخد الفيزا وتسافر على طول. الكلام ده هياخد وقت طيب؟ كله دلوقتي بالكمبيوتر، خمس دقايق ونخلص ونمشي. اوكي. سعيد سعيد ارجع ورا شويه، اقلع النضاره بس. اوكي. فعلا لو مشينا بالطريقه دي كده سته كده في سته، فعلا ممكن خمس دقايق نخلص ونمشي على طول. نخلص ايه؟ ده طابور الاسانسير. ايه؟ اسانسير؟ انت متاكد؟ اي خدمه يا سعد الباشا، بامان الله بامان الله. ايه ده؟ ما تقلقش، قلت لك كمبيوتر خمس دقايق وهنطير. تعال نشوف ده. اتفضل يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل 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 يا باشا. شو قلت لك؟ انا معايا الاستماره البطيئه بس انا مستعجل. اوكي، وعايز اعمل الرقم القومي ده. قومي قومي. حاضر حاضر، من عينيا يا باشا. ثانك يو. بس الورق ده مش كامل، هتكمله ولا هتشربنا شاي؟ اوكي اوكي نشرب شاي، بس انا صايم فانت عايز تشرب شاي. اوكي سعيد شوف هات له شاي. بس كم معلقه سكر؟ خمس معالق في 20. واو 100 معلقه ده ايه حصان؟ شاي يعني فلوس؟ رشوة يعني؟ رشا رشا رشا. اوكي اوكي فهمت فهمت. طيب يعني هنا كله بيدفع رشا ولا انا بس اللي هدفع؟ قصده يعني بما يرضي الله. انا هنا بشتغل من الاول بما لا يرضي الله. اخلصك ولا تحب تقف في اخر الطابور بما يرضي الله؟ بكام رشا؟ 100 جنيه. فين بما يرضي الله؟ اتفضلي يا هاني، سلامنا للباشا. بأمان الله، مع ألف سلامة.
ايه العرق ده؟ بس لها بتمطر في اول الطابور. مطر المطر خير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يبقى عايزين بقى يا حبيبي شهادة الميلاد. تقلقش تخلص في 5 دقايق. سلم على بابا وماما. مع الف سلامة. خش بقى مصر. مش ممكن تعتبرني واحد من العيلة دي. خدت بقى شهادة الجيش. ما تقلقش يا مصري. 5 دقايق ونخلصه. الجيش. الجيش. عايزين بقى من حضرتك 4 صور، 4 في 6 تكون ودانك الحلوة دول باينين فيهم. ها؟ وأنا أتصور فين بقى دلوقتي؟ عم هلال طبعا. بقولك أتصور مش أتطاهر. ما تقلقش هما إيه دي سعيد خدودك ليه بتحس كده؟ تقريم 10 دقايق كده؟ واو أوكي تمام I'm ready. عم هلال بليز وداني لازم تبان أوكي؟ يعني أنا لو هرتكب جريمة هرتكبها بوداني. أهم حاجة في الصورة إنك تضحك. اضحك. استنى يا مصر أنا عايز آخد صورة معاك. دي هيعوزوها في البطاقة؟ اتفضل. أدي 4 صور 4 في 6 وداني مطرطرة فيهم. عندنا بقى ضامن يا حبيبي. يلا. 9 8 واحدة واحدة يا مصر ده أنا بمضي ضامن ودي مسؤولية كبيرة. أوكي خلاص خلصت هو 9. اوكي ايه ده ليه كده صورتك عامله كده في الرقم الكومي ليه شكلك فظيع كده ما صور بطائر المصريين كلها بالشكل ده بس العسكري بياخد الصوره على سهوه ليه هو عسكري واحد بيصور المصريين كلهم شكلك فظيع بلاش حاجه في حد دي بس صورته شكلها عامل كده ايه ده بلاش حاجه حد يتصور كده بالشكل ده فاضل حاجه واحده بس المؤهل الدراسي ده ممكن نلاقيه عند عم هلال؟ لا ده بقى نلاقيه في المدرسة 5 دقايق وهنخلصه بس بقى هوي زمان الشاي غالي 3 معالق سكر ولا 4 لا 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 حط لي معلقة واحدة سكر بره اوكي؟ اوعي بس سنين قلت لك مليون مرة جيبة دي ما تلبسهاش ما بحبش حاجة ضيقة ده انا لابسها لك يبقى هي المصيبة اللي لابسها لي بصي طول ما انا في البيت لا جيبة ضيقة ولا بضي ولا بنطلون جينز عايز ذكر قدامي الشاي هم على طول كده بيتخانقوا مع بعض طيب ما يتطلقوا يتطلقوا ايه بس دول بيحبوا بعض قوي طيب ما يجربوا يكرهوا بعض شويه ممكن يبطلوا خناق دول كانوا متجوزين ودلوقتي بقوا في حكم المخطوبين بعد جوازهم ب6 أشهر في بيت امه اخوه نصب عليه في مقدم شقه سايب ريس اوكي وراح متجوز معاهم في بيت امه والشقه ضيقه وابتسامه اتخانقت مع حماتها راحت امه قالت لها هاتي عفشك وجوزك وتعالى اقعدي معانا هنا في الشقه ومن ساعتها انا وعبد المنصف وحماصه في اوضه اوكي وابتسام وامي ونوسة في اوضه تانية ومن ساعتها هما مخطوبين اه شت الزرار ده هيجنني مش بشتغل بعرفش ليه وريني كده اشوفها نو سعيد بيس معلش تزعلش يعني سيدي الكاميرا مايداد جابها لي قبل ما يموت فانا بحبها انا هشوفها مش هموتها بليز صدق انا قلقت بعد بليز دي اشوفها مره واحده مره واحده اوكي بس تكير ها اوكي بي كيرفل حاضر ايه سعيد وات ذا هيل بقولك الكاميرا ماي داد جابها لي قبل ما يموت قمت تف عليه كده عليها كده شيت ايه ده اشتغل انت بتبص على ايه الماسوره دي اللي خارجه من البلكونه عايز افتكر كان اسمها ايه يا زرباب يا كانت صعبه قوي الزرباب ده انا عايش في زرباب ابي اسمها مزراب مزراب كل عينب كل صدقني انا افتكرت بقى حاجه بمناسبه العنب ده فاكر لما كنا بنرمي عنب على الناس ويشتمونا بابا تعال نجرب اوكي طب استنى استنى خد واحده بايظه اوكي اوكي ريدي يا كلها الحال دلوقتي اتغير دي بايظة هي فعلا بايظة كل كل اكل ايه بقى اكل ايه دلوقتي وانت ليه بقى مش اتجوزت انت وميرفت سعيد هتجوز مين يا عم دي عقبال املتك بقت مدرسة انجليزي وموسيقى في المدرسة بتاعتنا انتوا عندكم مدرسة مدرسة ايه يا عم المدرسة اللي كنا فيها واحنا صغيرين اوكي
اوكي يا يا طب يعني انا مش فاهم برضه، يعني هي بقت وحشه لما بقت مدرسه؟ بقول لك بقت مدرسه انجليزي وانا يا دوبك معهد سنتين والعلام بيحب العلام. اوكي يا جارد يا يعني انت سعيد فكرت وقررت ان هي مش ممكن ابدا هتبص لك يعني ومش هتحبك من غير حتى انت مش ما تقول ما تقولهاش كده الحكايه دي؟ انا متاكد انها لا يمكن تفكر فيا. اوكي سوري سعيد ماما. يا اسمك ايه يا ماما؟ نادية. نادية يا كانت فادية بنتي بلدي. ميرفت. لو سعيد يا. شباب بطيخة سعيد. العجلة بتاعتي دي يا هورسيز فين؟ فين عجلة دي دلوقتي؟ ها سعيد. اوه ايه سعيد الكتاوت برضك؟ طب اجيب لك طوبه. ها مش هتشتغل بالطوبه ده اصله المرش. طب اجيب لك زلطه. ها اسكت بقى يا مصري. ها ايه الاخبار يا سعيد؟ بس يا ولد منصف. منصف انا كنت عايز اقول لك حاجه. انا سمعتك انت وابتسام وانتوا بتتخانقوا اوكي، بعدين انا حاسس ان انت سابق مشكله اللي هي حقيقيه ومخلياك نيرفز وكده وبتتخانق على متاهات. سوري اقصد تفاهات يعني. انا عارف كويس انت وابتسام عايزين يعني هو دايمين انتوا انتوا تلعبوا عريس وعروسه يعني مع بعض اوكي. انا فاهم تمام. فعشان كده انا لقيت حل اوكي، لقيت حل لانه انا عارف المكان فوق مش هينفع ولو عملتوا كده مع بعض كلنا هنبقى عارفين طبعا. يو ها اوكي. عشان كده انا لقيت حل. ايه رايك انت تاخد ابتسام وتسافروا تروحوا باريس، تروحوا سبين، تروحوا هواي. انا فكرت في كده فعلا. ريل جود. هي امريكا علمتك الهبل والبجاحه. اي مان ما تركزش قوي كده صدقني، بس اسمع مش احسن ما تستنى كل يوم اربع تتفرج عليها وهي بتمسح في الارض؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ سعيد قال لي. سعيد يا ده قال لي القهوه كلها. قال لي القهوه. انا هو بهزر معاك. سعيد كده واحنا بنتكلم فوق قال لي يعني من غير ما يقصد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال ومن غير يعني من غير نرفزه وبهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله بس ساوندز لايك شتيمه يعني؟ لا شتيمه لسه جايه. كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف في امريكا وفي مصر. اوكي؟ اوكي. ممكن توسع كده عشان اروح الشغل بقى؟ انت شغال هنا؟ انت اتحلفت علينا من اني داهيه. صباح الخير يا سعيد. لا بقى يا ابو عبير خدي حماصه في ايدك. تعالى يا حماصه اجري يلا. سلام اخويا. باي حماصه باي. طب كده يعني حماصه لا احد يوصله، احنا مين يوصلنا بقى؟ اتوبيس الشعب بقى. يلا بقى اطلع. سعيد سعيد تعالي تعالي. خش خش. يا نهار اسود تعال تعال تعال. خش خش واحمي ظهرك احمي ظهرك. اوكي ويت. ايه
سوري بس مش عايز لاي حاجة أمسك فيها. ايه ده يا استاذ ده؟ ايه يا استاذ ده انت؟ انا بس لو اعرف الف لك. اوعى تلف له ليبوسك في بقك، ده المتحرش الرسمي بتاع الخطوه ده تقريبا. وات؟ نو 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 نو. ايوه يلا نصري اجري نصري اجري. الحقوني انت كويس؟ ها انت سليم؟ ها استنى انا بقى تشرب ولا انت صايم؟ انا صايم انت سليم؟ حرك ايدك مش تنشف كده. ما انت اللي غلطان يا مصر، المفروض تنط مع اتجاه الاتوبيس مش ضد اتجاه الاتوبيس عشان قوه الدفع بتاعتك ما تبقاش. خلاص يا سعيد، هو انا هعمل دكتوراه في النط؟ خلاص مش راكب تاني اتوبيس. مدرستنا اهي. صحيح، ايه ده؟ مدرسة النيل. يا الله، مش النيل كان هنا؟ ايه انت لسه فاكر؟ ده دلوقتي في عمارات طلعت وزحمة. ميرفت شغالة هنا. شغالة؟ مش انت قلت لي يا ابني انها مدرسة مش شغالة؟ شغالة مدرسة هنا. اوكي. مدرسة النايل. يا اور سكول. ايه رأيك؟ شفت المدرسة بقت حلوة ازاي بعد ما جددوها؟ قصدك هببوها. جددوها ايه؟ دي بقت تقرف. ليه عملت كده؟ والملعب ده مش كان كبير جدا، ده بقى صغير قوي. طب بقولك ايه، انا عايز اروح الحمام. فين هو؟ اخر الطرق، روح لحد ما حضرة النظر يظهر. ليه مستخبي؟ نقول له ايه؟ ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني. ثانك يو فيري ماتش. هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. اجين لا انا جايلك. لا انا عايزه اعرف مين حضرتك وازاي تدخل عليا كده كلاس. كلاس ايه؟ مفيش حاجه اسمها كلاس. كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. انت بتعملي غلط. لا صح. اوكي لو صح اتفضلي قولي كده. فايبريشن يعني هزاز يا ولد. طيب قولي بقى كده اخر حاجه، يعني فايكن. ده انت فايكن نص عمرك. ابله ميرفت، ميس ميفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهارده. ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ روحي يا ورده قولي لينفين ابله ميرفت بتقول لي. انا في الانجليش فولا. استني يا ورده، قولي كده فيري ماتش. فيري ماتش. انت بتسقفي على ايه؟ انت نشرتي المرض كله في المدرسه. ازاي تعملي كده في الكيدز؟ ازاي؟ انتوا اتقابلتوا؟ مين دي؟ انت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي، انت مش فاكرها؟ دي ميرفت. دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها، كفايه انت فاكرها. اوكي؟ دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. سعيد المدرسة الانجليزي، هي دي اللي بتعلم حماسة اخوك. شفت سد معاك ازاي؟ يا سيكس. سيكس. انا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيع في الانجليزي، فظيع. اوكي. ما تزعليش من مصري، اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. عشان كده اتنشن. طب هو جاي اقامه ولا جاي في ستور؟ قلتي جاي ايه؟ قلتي نزل ايدك. قلتي ايه؟ الشاكت ايه؟ طبي. قلتي نو ما تتكلميش خالص انجلش. قلتي انا جاي ليه؟ طبي. اوعي سعيد. لا مش هسيبها سعيد. مصري طبي. انا جاي هنا ام في ستور. قالت صح في ستور، انا سمعتها في ستور. انا جاي في ستور. انا انت قليل ادب. اوعي سعيد لا اتهنت هنا في المدرسه، انا رايح الحمام. في ستور. شت انا زبالة. قفشتك. بتعمل ايه يا مصري؟ ايه مفيش، انا بس كنت بقول حاجة للصور. مش دي حركات زبالة؟ طب يلا بس اوعى تدوس في المية. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسة مقفول وما لقيتش حمام في الشارع. اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهادة بتاعتي من حضرة العمدة، من حضرة الناظر. تمام، بكرة نستلمها في 5 دقايق. اوكي. ما قلتليش ايه رايك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟
قصدك بعد ما تحولت. دي بتقول شاكت يعني عارف بقت كده تقولوا انتوا ايه عليها دي اسمها بيئه. ميرفت بقت بيئه يا سعيد. ايه ده شاكت؟ يلا 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 اتفضل يا بيه. هنا على الكرسي؟ نعم. اوكي ممكن لحظه؟ تيك يور تايم. Oh my God! What the hell? يا حيوان! Shit! Shit! أنا عملت إيه؟ مرضيش صورني. إزاي يعني؟ يعني قال لي إن هو مش في المود. مصري! ابقى بالبطاقة. مين ده؟ ده العسكري اللي صورني. حالكم وافتح الله لقيت لكم ورق منين وجبت منين الله يلعنكم اللي عايز شغلكم يلا وشفتكم وانا اروح فين بقى في الاوض دي كلها؟ سوري استنى مش هنا قبول الطالبات؟ المكتب اللي جوه؟ طب في شباك لسه انا ما وقفتش عليه. اتفضل استريح. كل سنه وانت طيب. وانا طيب يا. رشا بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. رشا مين؟ رشا دي. شيل يا ابني شيل فلوسك دي. عارف لو مش شكلك طيب وابن ناس انا كنت عملت لك قضيه دلوقتي. ام سوري ريلي انا اسف انا عذرك يا ابني. بس خلي بالك صوابعك مش زي بعضها. وبرضه الناس ما هي زي بعضها. عشان بقى الكلام الحلو ده خد دي كمان. هو كده بقى الكلام يحلو. كل سنه وانت طيب يا راجل طيب. جاست كان وذ يو. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هو لازم يعني؟ انت مصري؟ ايه مستعر؟ ما تقول انا مصري. لا بقول انت حضرتك. خليك هنا خمس دقايق وجاي لك. ايه خمس دقايق تاني؟ خمس دقايق؟ باسبورك يا باسبوري المصري ابوس ايدك اخيرا حذافر ظفرني بقى مصر كمان بتحبني انا استحاله اتخلى عن مصر انا بحب مصر جدا ليه ما اعرفش ازاي بس استحاله اتخلى عن مصر ومصر كمان لازم تحبني ولازم ارجع مصر في يوم من الايام مصر دي شيء عظيم بالنسبه لي ألف شكر. You're welcome. أنت مسافر برضو؟ يا. Yeah. أنا كمان مسافر. ورايح فين في أمريكا؟ رايح ولاية شيكاغو لأصحابي. شيكاغو؟ شيكاغو. شيكاغو. والنبي ما تلخبطش معلومات أنا مصدق. إنما أنت رايح ولاية إيه؟ أنا رايح ولاية كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ yeah. دي فين دي؟ دي عند مضيق جبل تامر، عارفه؟ دي في الشمال. جنب شيكاغو على طول. انما انا مش شايف معاك لا ورق ولا حاجه، انت جاي تاخد فيزا برضو؟ يا بس انا الحقيقه يعني عندي وضع مختلف تماما. يا عم هنا مفيش غير وضع واحد، كل حاجه بالورق، ورقه بتقبض كام؟ وورقه بتشتغل ايه؟ بص انا اصلا فني كمبيوتر وغلبت عبال ما غيرتها وخليتها مبرمج كمبيوتر، ودي ورقه الاتش ار. اوكي. لازم كمان يبقى معاك كشف حساب باسمك في البنك ما يقلش عن 80,000 جنيه زي ده كده. خاله حطهم لي واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. واطي قوي. هو برضه؟ وهي دي بقى يعني كل الاسئله اللي بيسالوها؟ لا في اهم سؤال. ايه اللي هيخليك ترجع مصر تاني وما تكتش؟ ودي برضه ليها ورقه؟ انت غلبان قوي. دي ليها اجابه نموذجيه. اللي هي ايه بقى؟ انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش؟ يمكن عشان ذكرياتي اللي فيها، يمكن عشان ناسها الطيبين، ليه ما اعرفش؟ بس مصر دي فيها شويه كده عامله روح كده روح ايه؟ ايوه عامله دفء.
انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ لا لا لا، انا وضعي مختلف، انا مش هيسالوني كل الاسئله دي اصلا. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, no, I have. كده احنا خلصنا. What is this? Huh? Are you crazy? I'm an American. Hey, hey, I am American. ها ايه اللي عملتيه هنا ده؟ Wait. I am an American. كل حاجة زفت وكل حاجة غلط. هو احنا يا ابني قصرنا معاك في حاجة؟ ما انت وسطينا اهو. وسطيكوا؟ بعمل ايه بقى انا وسطيكوا؟ ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيكوا انا؟ انا لا فاهم الناس ولا الناس فاهميني. انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا في البلد دي. وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا لما انت حاسس انك انت مسجون؟ كنت غلطان، كنت فاهم ان مصر هي امي وبلا بلا بلا بلا. بص يا ابني، انا مش هقول لك ان بلدنا دي احسن بلد وان ناسها احسن ناس، لان يمكن تكون في بلاد احسن من بلادنا وناسها احسن من ناسنا، لكن احنا على الاقل احسن من غيرنا بكتير. في ايه؟ قول لي احسن من غيركم في ايه؟ انتوا عاملين نفسكم مبسوطين. مين مبسوط؟ منصف مبسوط وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطه وهي مش عارفه تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد عنده 30 سنه لسه قاعد مع امه لحد النهارده عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل، وبكره هيكون حماسه زي سعيد ونوسه زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ Right. Okay. أنا ابني دايماً بقول الحمد لله، ولا أقولها لك بالأمريكاني يمكن تفهم. إحنا هنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. أنا لو أبص للظروف زي ما أنت بتبص ممكن أشوف فيها حاجات سيئة كتير وممكن أكفر. تعرف انت لو كنت بتدور في الظروف الصعبة اللي انت بتتكلم عليها ده، كنت قطعا لقيت حاجات فيها حلوة كتير. بس المسألة دي بقى عايزة واحد بيشعر، بيحس بأم عظيمة زي أم سعيد، ست صبرة محتضنة ابنها شايلها بتصرف عليه وعمره أكتر من 31 سنة لغاية ما ربنا يأذن ويلاقي شغل. تحس بواحد زي منصف افندي، راجل الدنيا بهدلته يمين وشمال وهو صابر ثابت لم يفقد ايمانه بربنا. يمكن زي ما انت بتقول في امريكا حاجات حلوه كتير، بس دي مغطور عليها، ممكن نوصلها في يوم من الايام. انما احنا بقى عندنا حاجات من الصعب جدا الوصول ليها، والا كنت زماني دلوقتي قاعد وقدامي واحد بيشعر بيحس. You know, انا جيت مصر وكنت فاكر ان انا هشوف الصوره اللي انا استاهلها. عشت في أمريكا 20 سنة وأنا حابس الصورة دي في دماغي عشان ما تتمسحش. 20 سنة كنت بحلم باليوم اللي أنا هاجي فيه هنا عشان أشوف الصورة دي تاني. ياريتني سبتها تتمسح. هو أنا وقتها ما كنتش هعرف بقى إيه الحلو اللي انا سبته والوحش اللي انا جيت هنا شفته وعشته. وانت جاي بعد 20 سنة تقول لي الظروف
كده يا موسى انت عندك ايميل اوكي مبسوطه؟ اكسكيوز مي، هو ايه المواسير اللي انت حطاها في راسك؟ دي بوكليت. مصري يا قلت لي لما فتحت العدسه تبقى 2-8 اعمل ايه؟ تدخل تنام. طب ما تيجي ندرحجها في الارض، لازم يعني تسلف الفيسبا بتاعتك لعبد المنصف. الناس لبعضيها. بقيت محترف اتوبيسات. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده برضه؟ انا اللي ايه ده؟ ايه يا اخي ده انت؟